معلومة معروفة في أوساط الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الحقيقة الدكتور حاتم زغلول ابن محافظة الجيزة خريج هندسة القاهرة بيمتلك واحدة من أكثر القصص إلهاما. بيشرفني النهاردة في صباحك مصري عشان نسمع قصته منه هو شخصيا. دكتور حاتم بصبح على حضرتك وشرف كبير وجودك معنا النهاردة في صباحك مصري. لا الشرف لي وصباح الخير. يا صباح الفل يا دكتور. طبعا الواي فاي ده ما حدش بيستغنى عنه دلوقتي، وناس كتير ما تعرفش ان حضرتك واحد من اللي اخترع هذا الاختراع الجميل اللي بيفيد ناس كتير جدا على مستويات كتير. عايز اعرف من حضرتك قبل ما ندخل في قصه الواي فاي بروفايل عن شخص دكتور حاتم لمن لا يعلم الكثير عن دكتور حاتم. لا الحمد لله، انا يعني نتيجه التعليم المجاني المصري الحمد لله التعليم كان ممتاز جدا، وتخرجت من جامعه القاهره زي ما حضرتك قلت، وبعد كده اشتغلت شويه في شركه بترول اسمها شلومبرجي وسفرتني بره 3 سنين، وبعدها رجعت بقى للدراسه، عملت ماجستير ودكتوراه في كندا في الفيزياء بدل الهندسة، واشتغلت شوية في شركة الاتصالات، وده اللي ابتدى بقى موضوع شركة الاتصالات في ألبرتا كندا يعني، ايوه وده اللي ابتدى موضوع الواي فاي والاتصالات السريعة. حضرتك كنت بتعاني بقى من فكره الشبكات والنت اللي مش كويس والكلام ده كله، وبدا ذهنك يتفتق ان احنا نعمل حاجه يكون فيها يعني انتشار اوسع لفكره الخدمات الانترنت، ولا القصه جت مع حضرتك ازاي؟ هو طبعا يعني احنا الانترنت ابتدى في السبعينات، وبعدين لما احنا بقى دخلنا فيها في سنه 89 كان الانترنت بطيء جدا، كنا بالسرعات اللي احنا بنشوفها من 300 معلومه في الثانيه لمثلا 9600 في الثانيه، وده يبقى كتير قوي. وكان ما فيش طبعا فيديو ولا اي حاجه ولا حتى صور، كنا بننزل بس كتابه، اخبار بالكتابه كده يعني. ففي الجو ده شركة الاتصالات طلبت مني أساعدهم في تعريف التكنولوجيا اللي يستعملوها في الجيل الثاني من الموبايل. الجيل الأولاني كان غير رقمي، كان راديو اف ام عادي. فدرسنا أنا وزميل مصري تاني اسمه دكتور ميشيل فتوش، برضه خريج جامعة القاهرة معايا، درسنا التكنولوجيات اللي موجودة وقلنا إن أفضلها هو الجي اس ام، بس قلنا إن التكنولوجيات دي كلها وحشة. كان سر الكلام اللي احنا قلناه ان السرعه فيها ما كانتش هتكفي للفيديو الكويس يعني. فبالطريقه دي قلنا لا لازم تعملوا تكنولوجيات احدث. هم قالوا لي بقى انت يا دكتور فيزياء جاي تقول لا احسن ما في الاتصالات مش كويس، فاتحدونا. فمشي قبل التحدي وجاب لي فكره الاو اف دي ام اللي هو اللي اتبنى عليها بقى الواي فاي وال4 جي وال5 جي الحمد لله. نعم. طيب ازاي حضرتك دلوقتي بقى بتتابع اخر المستجدات وخاصة الميتافيرس، والناس دلوقتي كلها بتتقدم وبتجري خطوات واسعة جدا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات؟ طبعا في 3 اتجاهات او نقدر نقول يعني، في طبعا الاتصالات، انا دايما اهزر واقول انا وميشيل فتحنا الباب للسباق في الاتصالات، فدلوقتي الكل بيسابق، اللي بيجري بحصان واللي بيجري بعكاز واللي بيجري على اي حاجة. فالسرعه شغله الناس جدا، ويعني بيقولوا في تقدمات من الفايف جي هتبقى 30 مليار معلومه في الثانيه، ده سرعات مهوله يعني. أيوة. اللي بيتكلموا عن السكس جي هيبقى واحد يعني بليون اسف تريليون معلومه في الثانيه، فدي يعني تقدمات كبيره جدا في الاتصالات. التقدم الثاني زي ما حضرتك قلت في الميتافيرس، ودي اللي هو العالم الافتراضي، وده هيبقى يعني حاجة كبيرة جدا في السنوات القادمة يعني. والدول زينا احنا شاطرين جدا في البرمجة وفي الحاجات دي، فلازم نشجع الشباب عندنا انه يخش في الميتافيرس يعمل تطبيقات ونملك زوايا، ممكن في زاوية السياحة الافتراضية، زاوية الصحة الافتراضية وما الى ذلك يعني. نعم. الحاجة الثالثة طبعا اللي هي البلوك تشين والعملات الرقمية والموضوع ده كله طبعا. والله يا دكتور احنا النهارده سعيدنا جدا بوجود حضرتك معانا، كنا حابين ننور على هذه الشخصيه الجميله، شخصيه الدكتور حاتم زغلول ابن محافظه الجيزه. وطبعا احنا اتكلمنا على الباع الطويل لحضرتك في مجال تكنولوجيا المعلومات، وفكره ان احنا يكون عندنا واي فاي واستخداماته. لازم كل واحد مصري او عربي يفتخر بان حضرتك كنت احد المشاركين في هذه الخدمه اللي هي طبعا بتعمل شغل كتير قوي قوي لناس كتير طول الوقت. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا، وسعدنا جدا بوجودك معانا.
ماشي.